في 14 مارس 1958 بتاريخ الثورة الجزائرية، استشهد 55 شهيدا كانوا تحت التجنيد الإجباري، حيث كانوا سيلتحقون بالثورة التحريرية من أجل دعم جيش جبهة التحرير الوطني. وحين سمعت بهم فرنسا أخذتهم إلى منطقة مراحة الكرمة بجبل متليلي بطيلاتو، أين تم إعدامهم كاملا. لنجد اليوم رفاة 21 شهيدا سيعاد دفن بمقبرة الشهداء بطيلاتو. تزامنا مع الذكرى 69 لاجتماع نجرين التاريخي الذي يعد محطة مفصلية في تاريخ الثورة التحريرية. شهداء بلدية سكانة، أين ينام 55 شهيدا من الشباب الجزائري الذي دفع بأرواحه في سبيل الحرية. حيث أشرف وزير المجاهدين العربي ربيغر فقد السلطات المحلية والعسكرية على إعادة دفن رفاة 21 شهيد خلال زيارته لولاية باتنا في يومه الثاني بطيلاتو، بعد أن كانت نقطة الأولى بولاية فاضل للاحتفال بالذكرى 69 لاجتماع لجرين التاريخي. هناك من وصل الأخبار إلى الضباط الفرنسيين والقوا عليهم القبض وجاءوا بهم إلى جبل متليلي بالمكان المسمى مراحل الكرمة، يوصلهم ثم عدموهم كلهم كما على كل حكي، وكانوا مكبلين الأيدي ودايرين دي بوند كهلة على عينيهم باش ما يشوفوش أين وراهم متجهين بهم. الذين مسألة الشهادة أو الاستشهاد في سبيل الله أو في سبيل الوطن هي مسألة واجب، فواجبنا اليوم أقول واجبنا اليوم اتجاه ووفاء لعهد الرجال أن نصون شواهد شهدائنا الأبرار، ونحن نقف في هذا المكان المعبق برائحة شهداء نشرف على إعادة دفن 21 شهيد من شهداء الثورة التحريرية المباركة. ويتصادف وهو التاريخ يتصادف أن تدفن فلسطين شهدائها في فلسطين وفي غزة، والجزائر في ذكرها 69 للثورة التحريرية، لاندلاع الثورة التحريرية، لا تزال